وبدي ارجع اجدد التحيه الصباحيه لكل حدا انضم لصباحنا غير لليوم. واول فقراتنا فرح نحكي عن مرحله عمريه بحياتنا كلياتنا قطعنا فيها، ناس قطعت بشكل ايجابي وناس كانت للاسف بشكل سلبي. عذبتي اهلك بمرحله المراهقه؟ هلا قالي لي على الهواء ما بقول لك هلا يعني. لا اكيد رشا، مرحله المراهقه بتوقع انه اليوم بتختلف عن ايام زمان، خلينا نقول مو ايام زمان كثير يعني شوي، بس بس اكيد بتختلف باختلاف التطور، اختلاف التكنولوجيا، أكيد. اختلاف شوي العادات يمكن تغيرت كمان، رشا حتى التربية، وكمان خلينا نقول يمكن ما بعرف إذا هي الفكرة صح أنه الجنس من أنثى أو ذكر بيختلف مرحلة المراهقة عنه من حيث العنف والاندفاع والاستجابة للنصائح. حتى أيام زمان كان في يعني كان في أساوي أكثر، اليوم كثير في دلال للأطفال، خلينا نقول حزم كمان رشا، الحزم طبعاً. بس ما بنعرف اليوم، كنا عم نحكي قبل الهواء انه في كذا مرحله عمريه للمراهقه، هلا اليوم حنعرفها ونعرف اكثر عن ملامح المراهقه عند الشاب والصبيه، هي المرحله الانتقاليه من عمر الطفوله للشباب والانوثه. اكيد مع ضيفتنا المتميزه هي استشاريه الطفوله المبكره ورياض الاطفال رينا ايوب. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحك. تمام الحمد لله. اهلا وسهلا فيكي. يعني قد ايه المرحله يلي نحن اخترنا الحديث عنها هي مرحله جدا حساسه، خلينا نعرفها بملامحها والتغييرات يمكن يلي بتطرأ على الشاب أو الصبية لما يدخلوا بهي المرحلة، شو هو العمر يلي بنقول عنه نحن بلشنا بمرحلة المراهقة؟ يسعد صباحكم. هي المرحلة اللي نحن فينا نقول لك أي طفل أو شاب أو صبية أنه فيك انطوى العالم الأكبر، يعني هون ببلش هو بده يطلع من ثوب الصغير لحتى مثل الفراشة تكون يرقة وتكبر شوي لحتى يطير ويحلق بدون ما حدا يقيده، وهذا الشيء التاتش اللي بيصير بين الاهالي وهذا العمر انه هني بيوم وليله بحسون فرق فورا صاروا كبار، الطفل او الطفله فورا هيك خشن صوتهم، صار لهم متطلباتهم، صار لهم رواقانهم، صار لهم حياتهم الخاصه، والاهالي مفكرين انه لساتهم صغار، لسه في شويه من السلطه، لسه في شويه من الضبط والاداره عليهم، بصير شوي المنازعات اللي بيناتهم. رح نحكي بعمر المراهقه، هو العمر بتختلف مثل ما حكيتي حضرتك من كل بيئه لبيئه، في اطفال بتكون مراهقتهم ببلدان اقل من عمر ال 11، وفي اطفال بتكون بعمر ال 11 وفي بعد عمر ال 11 حسب الفيزيولوجيه الجو او جغرافيه المكان والطعام اللي بيتناولوه وحسب البيئه هي ومتطلباتها، اللي هي كل ما كان الطفل مرتاح اكثر بالبيت، ما كان عنده شغل بالارض، ما كان عندهم يعني الاماكن الريفيه بتطول فيها المراهقه عن اماكن المدينه، طبعا كل ما حرك الجسم اكثر كل ما طالع شحنات اكثر بتخف موضوع المراهقه او البلوغ، بيكون متاخر اكثر من الاطفال الليل نهار على التابلات يلي اكلهم اكل جاهز تماما، يلي هن نوعا ما محصورين بشقق او بغرف. العمر المراهقه بيكون تقريبا بسوريا ونواحيها من 11 لل 14 سنه، بتختلف مع عالم الطفل، بيختلف تطوره، نمو الفيزيولوجي لجسده، نمو العاطفي، نمو الاجتماعي. كان قبل مو بكثير مثل ما حكيتي بشوي كان في عادات وتقاليد اجتماعيه دائما في الفه بين الخالات وبين العموم، تمام، فكان الطفل يوم ما بيراهق في حدا قبله مراهق، هو التقليد كان ماشي بهداك الوقت، فهن عم يتعلموا من اخطاء بعض حتى لو الام والاب ما تدخلوا. كان سن المراهقه للاهالي كثير سهل، ما كانوا يعتبروا انه هن عندهم مرحله صعبه ممكن يديروا بالهم على الاطفال بهذا العمر، لكن حاليا للاسف الموبايلات فيها أشياء كتير مباحة مفتوحة، الحياة الاجتماعية خفت كتير فبطل في قدوة، انشغال الأهل يمكن كمان اليوم تماماً. نتيجة الظروف عم نشوف إنه رشا الأم بشغلها الأب بشغله يمكن ساعات قليلة يعني بيقضوها، وهو عم يستغل فرصة الغياب، عم يستغل فرصة الانشغال. هلا نحن ما بدنا اليوم كتير كمان نضغط على الشاب أو الصبية، هي مرحلة إنها يعني كتير طبيعية وكتير صحية بحياتنا، بس للأسف اليوم فرح عم تمرق بمرحلة كتير صعبة وهي إنه بيكون في شهادات بالبيت، فالضغط العصبي بيصير على الأهل وبصير على الطالب، يعني إن كان صبية أو شاب هو يعني بفيق بلاقي حاله إنه هو الصح، قراراته الصح، ما بيحب حدا يضغط عليه، أنا بعرف شو عم بعمل، أنا بعرف حالي إيه ما حأدرس، بتصير هون المشكلة بين الأهل. اليوم قد إيه الوعي مهم عند الأهالي كرمال يستوعبوا هاي المرحلة وكمان ما يعطوا الشاب أو الصبية، أحيانا بيستغلوا النقطة إنه أهلي بيعرفوا إنه أنا اليوم عم بمرق بهاي الفترة فأنا فيني أعمل أي شيء حيسكتوا. نحكي عن تعامل الاهل مع الشباب والصبايا. مرحله الوعي مثل ما حكيتي حضرتك كثير حلوه انه نحن نكون واعيين انه في بعمر معين اطفالنا بدهم يمرقوا بهذا
الشعور وبهذا التغير، فأنا من قبل بدي أجهز، مو بلحظة سن المراهقة أو بلحظة دخول الطفل أو الطفل بهذا العمر أنا بدي بلش أعمل استراتيجيات وضوابط. هذا الشيء بدي يمر على الأقل قبل بسنتين أو ثلاثة يكون أنا عم هيئ لهي المرحلة العمرية لحتى تمرق بسلام. ومثل ما حكينا هي مرحلة ضرورية بحياة أي طفل وطفلة، لأنه إذا ما مرق فيها بيكون الطفل هو عنده مشكلة سلوكية معينة، عنده انطواء، عنده خجل، عنده توحد، عنده عدم إدراك بالحياة، عدم إدراك بالواقع، فالطفل بده يمر فيها. لكن نحن الوعي بدنا نكون نحن أوعى منهم، نهيئهم، وأهم شيء ما نضلنا قدامهم نذكر هني سن المراهقة. يعني هيك تعطينا نقاط يعني اليوم نستند عليها. تماما، اهم شيء انه انا موضوع الموبايلات بعمر صغير، اوكي كل الاهالي عم تعطي الموبايلات، هذا الشيء صار يمكن مثل الاكل والشرب، ما فينا نضلنا ننظر عليه، هي ثقوب سوداء وبنفس الوقت ثقوب بيضاء. يعني انا اذا بدي راقب هذا التاب او الموبايل في برامج معينه انا دائما اشير فيها عليها، حتى لو الطفل او الطفل بينزعجوا من اشراف يعتادوا انه انا بدي اشرف على هذا الشيء. موبايلك دائما لازم يكون مفتوح لانه انا دائما بدي ضلني اشوفه، لاسباب اقنعه فيها انه في ناس اكبر منا ممكن تخترق لنا اياه، ما فتله بانه اقلل من مستوى وعيه واحكي له انه لا ممكن تغلط، حتى يمكن نشعره انه انت دائما تحت المراقبه. تمام، هذا الشعور كثير سيء لانه بده يصير يعمل اشياء مخفيه. يعني اليوم سمعت قصه انا انه البنت بتخلي رفيقتها تيجي لعندها لتحكي من موبايل رفيقتها رغم انه عندها موبايل، لانه موبايلها مراقب. ليه؟ لانه ما في ثقه مشتركه او متبادله بين الطفل والطفل. نعم. الام والطفل او الاب والذكر. هاي النقطة بالتأسيس. تمام، هاي النقطه بتجي من الاول، من اول ما انا اعطي الطفل اي ثقوب سوداء مزروعه بالبيت او اللي حوالينا انا يكون في ثقه بيناتنا متبادله، واعتقد او بقتنع مليون بالمية رح يغلط، مش رح يغلط انه يوصل لمكان مسدود، لا رح يمر بتطورات فيزيولوجيه بجسده، رح يحس باشياء غريبه صارت، رح ينمو عاطفيا وفكريا، رح يتمرد شوي على الواقع اللي هو عايش فيه لانه بحس حاله صار زلمه او هي صارت صبيه ولها حقوقها، وبفوتوا بهاي المحاضرات يلي نحن شو عم نعمل وحقنا ورفيقتي ورفيقي وانا لازم اعيش مثلهم وما بدي احس باقل منهم، ولا تدقي لي ورفقاتي معي ولا تدقي لي ومدري ايش، هاي الاشياء اللي بنعاني منها من اطفالنا الذكور بعمر معين هني بدهم ياثروا رجوليتهم. انا بدي اوقف معه لهذا الطفل لحتى عن جد ادعمه بهذا المستوى ليطلع شخصيه متوازنه بالحياه. لكن موضوع الدراسي وكذا عم بياثر عليهم سلبيا لانه نحن بوقت بالتاسع بالذات او بسن مراهقتهم بتكون بالشهادات دائما، نحن بنيجي فجاه بيوم وليله بدنا نسحب الموبايلات من ايديهم، بنكون طول الصيف معطينهم اياه وطول السنوات السابقه هن اعتادوا على نمط معين بحياتهم مثل الاكل والشرب، نيجي بنوصل انه انت علاماتك لنفترض ممنح او فت بشهاده فورا بدنا نسحب التاب او الموبايل او ما عاد يحضر التي في او ما عاد يروح المشاوير اللي كان يروحها. هذا الشيء انا اللي بدي اخلي الاهالي شوي توعى انه نكون اوعى من هذا الشيء، نحاول نحن نمهد لهذا الشيء باوقات متفرقه. يعني انا مجرد ما الطفل او الطفله معهم تاب ضد اي ام او اب يسحبوا التاب من ايد الطفل، طالما انت سمحتي لحالك تعطيها خلي قواعد وضوابط تمشي انت وياه عليها، بالعكس تطلع النتيجه كثير حلوه. اوكي ممكن في اوقات للدراسه انا شوي رح ماما ما عليه خلي التاب على جنب انا وثقاني فيك، حتى لو شفتيه عم يفتحه بالسر ما تحسسيه انه هو ما في ثقه متبادله، دائما ندعمي هذا الشيء. شوي يمكن واقعيين نحكي قديش اليوم تطور العصر، مثل ما قلنا دخلت التكنولوجيا بطريقة غزو خلينا نقول بطريقة كتير كبيرة، بنفس الوقت يمكن كتير عادات اختلفت عن أيام زمان، يمكن عن أيام مراهقتنا نحن حتى اختلفت وتغيرت. اليوم قديش بيكون في دقة بالتعامل مع الشاب والصبية، لازم ياخدوا حريتهم، لازم نواكب هذا التطور معهم، ما نضل نحن بنفس العقلية يمكن اللي ربينا عليها واللي كانت موجودة من قبل. كيف فينا نواكب هذا التطور بنفس الوقت نكون عين فعلا كثير حذرين جدا؟ فرح من الاشخاص اللي عندها فوبيا انه مثلا طفله يحمل موبايل او ياخذه لساعات كثيره، مع انه هو بعمر صغير طبعا، بس بتخوف يمكن هي المرحله اللي بعدين، بتوافقينا بهذا الشيء؟ تمام، اذا كان فيها ضوابط مثل ما حكينا وفي اوقات معينه ومتفرقه انا يمسك هذا التاب، لانه بالنهايه هي تكنولوجيا والطفل اذا ما اعتاد على التكنولوجيا بتحس الاطفال ذكائهم خارق وعندهم ايقونات بتنفتح بسرعه بطريقه التكنولوجيا. كنا عم نحكي بهي القصه انه هذا الجيل في شيء مميز كثير عن اللي سبقه،
تماما تماما، في ايقونات عم تنفتح لانه في هن مبدعين ومبتكرين ومخترعين للاشياء يلي هن عم تتقدم لهم، لكن تكون تحت ضوابطنا، تكون تحت ارادتنا، تكون تحت اشرافنا. لهو الام بالعمل خارج المنزل وبداخل المنزل، هالام الله يعينها شو بدها تلحق لتلحق بين بيت وتنظيف وطبخ وكذا، لكن انا مع هيك بقدر اعمل مراقبه لطفلي، مراقبه للموبايل تبع طفلي بمواقع معينه. إذا طفلي يوما ما حدا اخترق له هذا الشيء أو حسيت إنه شوي صار يميل لأشياء تانية لأنه هو شيء مباح ممكن حب يستكشف، تحديثات الأطفال تحديثات يعني تمام لحالة عم تنزل على تمام، والاستكشاف من 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 شغف الأطفال لعمر 18 سنة، بس أنا أكون عين مراقبة عليهم وأعرف إمتى بدي أتدخل وشو بدي أحكي، وأبدا ما أحكي بطريقة الحزم وبطريقة التهديد وطريقة التخويف أبدا. تمام. دائما لازم يكون في ثقة متبادلة، يكون في حوار، وكتير حلو بالعمر الصغير نبلش نحاور الطفل، ما نحسه ما نفكره انه هو ما بيفهم، لا بالعكس بيعتاد ليكبر انه هو باي مشكله سلوكيه يحاورك ويشرح لك اياها. وكتير حلو الاهالي يتقبلوا المشكله بوعي بهدوء، حتى لو بدهم يعصبوا بلحظتها يضبطوا شوي اعصابهم، يعملوا حساب للمستقبل البعيد انه اذا كان الطفل صديقك لك وانت صديقه رح تكسبوا اكثر من يروح يتعرف على ناس ثانيين ويحكي لهم. هاي النقطه اللي بدنا نحكي فيها، المسافه، يعني قد اليوم المهم نحن نعرف قد المسافه لازم تكون بيني وبين ابني. بتحسي المراهق بيتقبل كلمه خالته، كلمه عمته، خاله، رفيقه، ما بيتقبل كلمه امه وابوه. بنرجع كثير، انا سالتك على مثلا انه ابنها طفل انه ما بتحب الموبايلات، انا مع انه هي اسست هيك خلص، هلا انا ما فيني ما دخلني اصلا بالقصه، صرت يعني تعودوا هيك يعني. فكتير مهم هاي النقطه، بنرجع لموضوع الاساس، التربيه، المنشا الى اخره. اليوم المراهق ما نوع عم يتقبل كلمه من اهله، ممكن نحن نلجا للخاله، للعمه، الى اخره. قد ايه مهم اليوم المسافه، وكيف نحن فينا نعزز هاي المسافه؟ ايمت نحن ممكن ننتبه انه هذا الطفل ممكن يفوت ب خلينا نقول عزله اجتماعيه بسن المراهقه؟ تماما، كثير حلو لكل طفل وطفله تعرف الام والاب بده يكون عنده مرسات امان غير البيت. فمرسات الامان ممكن تكون عمه، ممكن تكون خاله، ممكن تكون رفيق، ممكن يكون جاره. مرسات الامان ضروريه كثير لاي شخص، حتى فينا بلحظه معينه نحن بنضاق بتحسي بدك مرسات امان تكون خارج ليش ما تكون الام نفسها الاسره، لانه الام بتضل ام بلحظه معينه. شوفي انا مربي ومدربه وواوا، وبلحظه معينه برجع مثل امي بتصرفات معينه باللاوعي انت، لانه اللاوعي باللاوعي انت بلحظه بتكري كل شيء، بتنسي انك انت فايتي بعصر وبدك تكوني كثير تمام. ايه ليه؟ لانك ام، وهذا الشيء سبحان الله انخلق بالكون كله من زمان ومن على دور اجيال جداتنا وستاتنا. بتحسي يا خالتهم القريبه منهم يا كذا، الام قريبه اكيد بتكون كثير، لكن بمرحله النضج، مرحله المراهقه بده يضل في تاتشات بيناتهم. ليه؟ لانه الام ما بدها اياه يغلط، بتشوفه كثير كبير وشفته صار زلمه ومتاثره بالمحيط ومتاثره بالعادات وبالتقاليد وكذا، ولانه ابنها هي رافضه اي تغير يصيبه، يعني هي بتتمنى بس يكبر تقول يا ريته لسه صغير، بنسمعها كثير فرحه بتحسبها من هلا يعني. تمام، فحلو كثير نحن نزرع له مرسات هاي الامان، نحن نختار له مرسات الامان ويعتاد عليها، انه لنفترض حدا واعي بالعيله، خاله، عمه او رفيقته، كثير مهم يكون في ثقه بينه وما يكون انه هو مرسال امان لإله ومرسال لامه وابوه بالنهايه يعني. تمام، لا وكثير حلو يكون مشترك، هذا هو مرسى امان لإله لكن مع تواصل مع الاهل، يعني عارفان يخبرهم بالاشياء، لانه اطفالنا بيتعرضوا لمشاكل خصوصا بهذا العمر. طبعا. نحن ما بدنا نقول انه نحن عايشين ببيئه جيده ممتازه بكل الاقران اللي حواليها، في عندنا اشياء سلبيه ودائما الاشياء السلبيه بتعلم اكثر من الايجابيه. صح. والاطفال بتقع بمطبات لتقدر تقوم، فكثير حلو مرسات الامان تكون شوي عم بتوكل للأشياء الإيجابية اللي إحنا كعادات وتقاليد بنحب نزرعها. هلا في شيء يمكن كثير مهم ودائما نحن بنسمع عنه، انه بعض الاطفال او بعض البالغين يلي عم نفوت نحن طبعا بمرحله المراهقه عم يوقعوا بمشاكل نفسيه، ايمتى نحن بنقول عند هذا الشاب او الصبيه عنده مشكله نفسيه؟ شو هي ابرز يمكن هي المشاكل النفسيه؟ وايمتى بنلجا لاستشاري نفسي بنحس انه نحن يمكن ما عدنا قادرين انه نحن نحلها داخل البيت او بيننا وبين الشاب؟ ايمتى بنلجا للاستشاري النفسي؟ المشاكل النفسيه اللي عم بتصير عند سن البلوغ هي اللي بتكون اساسا في مشاكل اسريه، لكن الاطفال المتوازنين اسريا كل الأطفال كل الأمهات والأبهات ممكن يصير في بيناتهم حوار مختلف، رأي مختلف، أفكار مختلفة، لكن ما بتكون في مشكلة سلوكية قائمة بقلب البيت أو قلب الحدث. أنا بعمر من بعد عمر 8 سنين بتمنى أي نقاش يكون بين الأب والأم
شوي محافظ عن عين الطفل. الطفل بيسمع وبحس وبس يكبر بيتربى عنده كثير مطبات بهذا الموضوع. ما بدنا نقول عقد لانه كلنا ربينا مع اهالي ممكن يختلفوا ممكن يصير في تاتشات بيناتهم، لكن ربينا متوازنين. ليه؟ كان في حياه اجتماعيه، كان في كان في تكامل اسري، كان في الام. بس نحن هلا ما فينا ننسى ان ظروف الحرب اللي مرقنا فيها، الصور اللي مرقت قدام الاطفال. ليش نحن يعني اطفالنا اليوم عم يعيشوا طفولتنا؟ لا للاسف انا بلش حبيت احكي اليوم عن سن المراهقه لانه هدول الاولاد صلوا 12 سنه، يعني هني ما لحقوا يقولوا اول كلماتهم. كان في حرب وكانوا عم يسمعونا، وكان في دائما توتر وشغب بالبيت من تلفزيون، من حدث صار خارج المنزل، من اشياء تاثرت فينا كثير. نحن كثير تاثرنا اول الحرب لدرجه انه نبكي ونبكي اذا شفنا اي حدث مؤلم، بعدين اعتدنا. لكن هذا الطفل نحن شو ربينا جواته؟ ما بيجي انا بهذا العمر، تمام، اجي بهذا العمر انا حاسبه على شعور تغير او حاسبه على نفسيه معينه، صار يعيط، صار يصرخ، كبر. طيب ما هو سامع، هو مخزن تمام من قبل شو كان يصير من احداث. حتى العنف اللي كان يشوفه يمكن عم بيطبقه بين رفقاته وزملائه تماما، يعني حتى على مستوى هاي الصوره البسيطه تماما يعني. تماما. وكنا نحن هذا الشيء كثير نستدركه بين الاطفال. نحن عندنا روضات، فكنا نتفاجئ بعمر من شي 5 سنين انه اي طفل تسالي شو جيب لك يقول لي بارودة. فهذا الشيء كان قد ايه اثره سلبي لبعدين. يعني انا ما بدي الوقت الاني وهو شو عم يطلب، لا، هذا قد ايه له مغزى لبعدين. ممكن هذا الطفل من كلمه يتعنف او يعنف صح. او يتنمر او ينمر. فلا، كان بدنا نكون نحن بهذا العمر مع اولادنا لانه مرقين بفتره حرب، لانه هن ربيوا ونضجوا بوقت لا طلعوا ولا راحوا ولا اجوا. بدنا كثير نكون نحن اللي حاضنينهم، نحن اللي مستوعبينهم ليقدروا يمروا منا بسلام، وهي رح تمر بسلام اكيد ان شاء الله. تمرق يعني باقل الخسائر النفسيه. خلينا نقول الام بتخلص الشهادات، فانت بتروحي بتقولي لها مبروك الحمد لله على سلامتك. تمام، الحمد لله على سلامتك. هي بتدرس تاسع وبتاخذ بكالوريا مع ابنها، المنهاج يعني بترجع معلوماتها. وتاكيدا على كلمتك انه جيبي لي باروده، صرنا نشوف مظاهر ما كنا نشوفها. هلا انه الطفل من زمان فرح كان يلعب دحل. تمام. بفتره الحرب صرنا نشوفه عم فراغات الرصاص. تمام. يعني شوفي كيف اختلفت ثقافه اللعب، شو صار عنده جواته. بسؤال سريع ختام اليوم، يعني اكيد هو معلومات كثير مهمه، قد ايه المهم نحن ننتبه على الاشخاص المتواجدين حول ابننا بهي الفتره؟ الرفقات حيودوه للطريق السيء وحيودوه للشيء الصح. تمام، هي نقطه كثير مهمه، لانه انا ماني خارج طفل، ماني خارج الواقع او خارج البيت لكل يوم شوف انا ابني مع مين ممكن يكون عم يمشي، او طبعاً بالمدرسه الاختلاط اللي عم بيصير. فانا باكد على التنويم الايحائي والتوكيدات اللي انا بفتره ما يفوت الطفل بنومه انا بس اقعد شوي جنبه، هو عم يخفى غفيان بلش اكد له انه انت كثير متفوق، انت كثير مبتكر، انت كثير مؤدب، انت كثير شجاع، انت كثير ناجح. حاول اكد هاي التأكيدات بس لتفوت باللاوعي عنده ويصير وعيه ينفذها، لأنه غير هيك ما فينا نراقب طفلنا 24 ساعة. عن كل الأعمار، حتى من عمر البيبي منبلش نتعامل معه. هي كمان في دراسات أثبتوها أنه الطفل حتى وقت بيكون ببطن أمه فهو قادر أنه يسمع ويستجيب أكيد. لما بيكون بيبي فهو قادر كمان يسمع، حتى إذا منلاحظ رشل لما بتحكي أنت مع طفل بعمر الشهور أوقات بيصفن فينا، نحن بنعرف أنه هو ما عم يسمع أو يترجم الكلام مثل ما نحن قاصدينه، بس أكيد باللاوعي بيكون في شيء تخزين برابو بالعقل الباطن اكيد. هلا اذا بدنا نحكي عن المرحله يلي ما بعد المراهقه، قد ايه بتحسي انه هي مرحله المراهقه مرحله كثير اساسيه كثير ضروريه لحتى نحن نبني شخصيه متوازنه، شخصيه مستقله وناجحه بنفس الوقت؟ اذا بدنا نحكي عن العمر اللي بعد المراهقه، تاثير هاي المرحله على المستقبل. تمام، انا اول كلمه حكيتها وفيك ان طول العالم الاكبر بهاي المرحله بتحسي الطفل يا بيكمل بالسلوك السوي والصحيح والعلامات العالية والتفوق وكذا، يا بيكمل إذا كان المحيط اللي حواليه غلط أو مثلا ما قدروا ينتبهوا للأغلاط، بفوت بالدخان، بفوت بالأراجيل، بفوت لا سمح الله بأشياء أكبر من هيك، لأنه هيك الواقع، هذا الشيء اللي عم ينتشر بين زملائه ممكن يجربه. فبدنا نكون نحن مثل العين الساهرة عليه لحتى نخلق شخصية متوازنة تكون كتير متوازنة ومدروسة ومستقلة مع الأيام. ومو غلط يجربه، وما في داعي نحن نعمل ثورة إذا حسينا ممكن يكون بنتي شوي حطت مكياج، ابني ممكن جرب السجائر، خصوصا إذا نحن ببيئة مندخن أو منأرجل، فأنا ما بقدر أجزم إنه هذا الطفل ما يجرب. تمام، لكن كون واعي لحتى كيف انا بدي حل هاي المشاكل ليطلع شخصيه متوازنه بالمستقبل. نعم.
أكيد اليوم نقطة الحوار كتير مهمة، مثل ما قلنا التربية بالأساس من الصغر، يعني أكيد حتمد معه لحتى بفترة المراهقة حتكون فترة سليمة يعني بأقل خسائر مثل ما قلنا. بدي أتشكر وجودك اليوم معنا، شكرا لكل المعلومات اللي قدمتي يا حضرتك، استشارية الطفولة المبكرة ورياض الأطفال لرينا أيوب، شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. أكيد كل الشكر لك، وبدنا نقول رشا الله يعين الأهل فعلا على هي المرحلة الصعبة خاصة بهي الظروف الاستثنائية يلي عم نمرق فيها تماما، وبدنا نشكرك كل الشكر لك.